المؤمن إذا فتح له في العبادة وأذن له بالوصال مع الله ليه عينتين. العين الأولى بيشوف بيها فضل ربنا سبحانه وتعالى، وإن الله اصطفى من أهل هذه الطاعة ووهب له هذه الطاعة دون سابق إحسان منه. ما يقولش أنا عملت فربنا وفقني، ما هو اللي أنت عملته في الأول برضو كان توفيق من ربنا. فلا يحمد المؤمن نفسه أبدا، بل يحمد الله اللي قدر لي زمان قبل ما يخلقه أن يكون من أهل الطاعة حين لم يكن شيئا مذكورا. فتلاقي المؤمن دايما يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ويغنيها الصحابة، يغنوا المعنى ده هم بيحفروا الخندق، رغم أن هم في طاعة وجهاد لحماية الأوطان، لكن عينيهم مش شايفة إلا فضل ربنا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فألقيا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وتلاقي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، كأنه بيقول ما فيش عمل صالح هيتم إلا بنعمة ربنا سبحانه وتعالى. وبالعين الأولى دي اللي شايفة فضل ربنا في التوفيق للطاعة بيكون العبد أدى شكر العبادة فيأتيه من الله المزيد من العبادة. ربك يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لولا الله كان الواحد عاش من الضالين، لكن فضل ربنا. ويجي سيدنا موسى يقول لربنا يا رب خلقت آدم بيدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وعلمته أسماء كل شيء وفعلت وفعلت، فكيف أطاق شكرك؟ فقال الله علم أن ذلك مني، فكانت معرفته بذلك شكره لي. دي العين الأولى، رؤية فضل ربنا وتوفيقه في الطاعة. العين التانية اللي للمؤمن هي عينك على نفسك، إنك وانت بتأدي العبادة هي عبادة لا تليق بجلال الله اللي وفقك للعبادة، فتلاقي نفسك مشغول بعد العبادة بالاستغفار. ويعلمها ربنا لسيدنا رسول الله، لأنه بيعلمها لنا احنا. النبي عارف، شوف ربك يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ويقول لنا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس في الحج. طب أنت خلصت يوم عرفة وعملت أعمال صالحة، الطبيعي أنك أنت ما تستغفرش، لا، قال لك استغفر بعد عرفة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقولها في المجاهدين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. تصور قالوا إيه، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فالعين التانية شايفة تقصير العبد وهو بيعمل طاعة لا تليق بجلال الله، فبيقول له حقك علي يا رب. وبكده بالعين الأولى اللي شايفة فضل الله في التوفيق للطاعة، وبالعين التانية اللي شايفة تقصير العبد إنه بيؤدي العبادة بما لا يليق بالجلال الأعظم، لن يتسرب إطلاقاً العجب لقلبك، لن يصيبك كبر العبادة، ومش هتشوف نفسك أبداً في مقام أعلى من الناس اللي مش بتعبد ربنا، بل الأمر محض فضل من الله. أما أعمالنا فهي لا تليق بذي الجلال والإكرام، بل تستوجب الاستغفار. عين على فضل الله وعين على تقصير العبد تصنع عابد متواضع، هي دي عيون المؤمن. فاللهم اجعلنا يا رب نعبدك كأننا نراك، واقبلنا على ما كان منا من تقصير يا لطيف يا لطيف يا لطيف.